نظمت نقابة المعلمين ببني سويف مؤتمرا حاشدا للمعلمين بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وسط حضور حاشد من المعلمين والمعلمات. أعلن المعلمون تأييدهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها. المحتشدين من المعلمين جاءوا جميعا لتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تحقق من إنجازات يصعب حصرها والأمن والأمان الذي تعيشه مصر في ظل قيادة السيد الرئيس.